اتعرف بحضرتك. انا اسمي جعفر من الاردن. جعفر انت جيت النهارده في منتدى شباب العالم، ايه رايك فيه وفي في التامين والتنظيم؟ جدا رائع، المنظمه جدا تنسيق عالي، تنظيم واسع، طبعا شكر خاص لهيئه المؤتمر على هذا الشيء والتنسيق مع الحكومه المصريه. طبعا انا بحيي كل شخص تعلم هذا الشيء وبحكي لهم يعني شكرا من كل قلبي بالاشخاص الموجوده هون بالكم الهائل بالاشخاص الموجوده. عم نتعرف على ناس جداد، نتعرف على عادات وتقاليد شخصيات جداد، عم نشوف كل شخص هو شو مهتم بالاشي المستقبل او كيف يستارت اب بحياته اذا ما كان بزنس او طالب. طيب انا عايز اعرف منك، هل دي فرصه لالتقاء الشباب مع القاده والسياسيين هنا وكده؟ في يعني دي انت شايفها فرصه كويسه لده؟ انا بايد هاي الفكره طبعا، بحكي نعم هذا نعم للمستقبل طبعا. دي فكره جدا حلوه ان الناس تطلع هاي الاشخاص القاده او يشتغلوا مع الاشخاص السياسيين، يعني ممكن تواصل يكون في حلقات وصل اكبر، يعني ممكن صوتنا يوصل اكثر للاشخاص هذه، ممكن يساعدونا اكثر. وخاصة بنركز على الطاقة الشبابية وهو هذا اللي بيكون النيو جنريشن اللي عم بيطلع جديد هلا على المستقبل، وخاصة بالناس اللي بتسوي على السوشيال ميديا. المملكة الأردنية جاي منها وفد قد إيه تقريبا؟ في تقريبا لغاية الآن في يمكن عن 70 شخص أجوا من الأردن، ولسه عم بتعرف على ناس أكثر عشان لسه إحنا في كل واحد قاعد بمكان معين، بس الأشخاص اللي لغاية الآن عاملين جروب هلا حاليا 70 شخص على الجروب، كثير مستمتع فيهم، اشخاص بعرفهم من الاردن واشخاص تعرفت عليهم هنا، وطبعا يعني الحمد لله بالقياده الهاشميه طبعا كانت تنسيق جدا رائع. انت شايف المنتدى ازاي؟ تنسيق عالي، ترتيب، شايف في جهد متروك على هذا المؤتمر، ما حدا عم بيشوف، يعني كل ما اسال شغله بيطلع لي واحد يقول لي بتعمل واحد اثنين ثلاثه، مبسوط على الجهود اللي عملوها. انا بحكي لهم ابهرتونا وانا مش قادر اشوف ومش قادر استنى ان اشوف المؤتمر الحصري ان شاء الله المره الخامسه بهذا الموضوع، يعني انا ان شاء الله حكون من الخامسه. انت حضرت الثلاث نسخ اللي فاتوا برضو؟ لا انا حضرت دي اول مره. طيب انا عايز اعرف منك، انت تحب يكون في ايه في الثلاث ايام اللي جايين؟ يعني انت كشخص من الاردن تحب يبقى في ايه ممكن ان هو تستفاد منه في المنتدى هنا؟ غير الالتقاء بالاشخاص طبعا، التعرف على جديد. اللي هو اول شيء هو الكالتشر اويرنس، اللي هو احنا فينا اشخاص من عده جنسيات بنتعرف على بعض اكثر، بنحكي مثلا شو هذول الاشخاص، شو عاداتهم، شو تقاليدهم، شو هو المستوى الفكري تبعهم، وين ممكن يوصلوا في المستقبل، كيف ممكن يشغل مستقبل او ممكن يشغل بزنس جديد يشتغل عليه.